بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة ووصولها إلى تقريبا 60 لـ 70%، إلى أن الآلاف من حجاج بيت الله الحرام يصعدون إلى جبل عرفات زي ما حضراتكم شايفين في مشهد مهيب وجميل جدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مشهد هنا زي ما حضراتكم شايفين بيتصدره كبار السن. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير والمستغيث المستجير. اللهم استجب دعانا واشفي مرضانا يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب ارزق كل الموجودين معانا بزيارة بيت الله الحرام والوقوف على جبل عرفات. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب حقق كل أمنيات اللي موجودين معانا. اللهم اشفي مرضانا. اللهم آمين يا رب العالمين، وارحم موتانا يا رب العالمين. طبعا زي ما حضراتكم شايفين منظر جميل جدا، الجميع من الاهالي هنا يلتقطون صور تذكاريه، والكثير منهم ايضا يدعون في خشوع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. عايزين نمشي عشان ننتهي.